كل ده هنتكلم فيه مع الاستشاري النفسي اللي منورانا النهارده في ان بوكس رانيا شكري، اللي هتكلمنا عن كتابها كمان بعد ما سيبنا بعض بنعمل ايه؟ بعد ما سيبنا بعض. ازيك يا رانيا؟ ازيك يا انت عامله ايه؟ الحمد لله. استشاري منورانا جدا النهارده. ربنا يخليك يا والله، ومحتاجينك وفي كتير جدا من الجمهور محتاجك. وقلت على الفقره دي في المقدمه تاني عشان ما اسكتش، قلت على الفقره دي ان فقره مهمه جدا. تمام. جدا. بس عايز اعرف ليه مهمه؟ ليه مهمة؟ عشان احنا عندنا في مصر معدل الطلاق والانفصال من اعلى المعدلات عالميا، يعني احنا عندنا ناس كتير بتسيب بعض الفترة اللي فاتت، يعني مش الفترة اللي فاتت، احنا نقدر نقول مثلا اخر 10 سنين بالذات. دي حقيقة. فطبعا بقى يعني بقى موضوع مهم بالنسبة لناس كتير، يعني لو لا قدر الله مش انت اللي محطوط في الوضع، هتلاقي اخوك، هتلاقي حد تعرفه، صاحبك، قرايبك، يعني دي حاجة خلاص بقت موجودة ويعني ظاهرة ومحتاجين ان احنا نتعامل معاها، فالناس كده شايفينها حاجة مهمة. طيب احنا اكيد هنتكلم عن الظاهرة دي وازاي نتعافى من الانفصال العاطفي، لكن خليني الاول اتكلم معاكي عن كتابك بعد ما سيبنا بعض. تمام. كتاب كان في معرض كتاب وكان لقى صدى كبير جدا وناس تأثرت بيه لانه يمكن بيتكلم عن تجاربهم الشخصية والعاطفية. ايه التجارب اللي حطيتيها في الكتاب، او هو بيتكلم عن ايه تحديدا؟ هو الكتاب يعني هو الكتاب اتفهم في الاول غلط ان هي تجربة شخصية ليا انا، وبعدين اتفهم ان هو نوفل او رواية. هي الفكرة كلها ان هو كتاب سيلف هيلب بيساعد الناس انها تطلع من المرحلة دي وهي اهدى وهي اوعى، لان انا لما جيت بصيت على الكتب اللي بتتكلم عن الانفصال لقيت كتب حلوة جدا عندنا في مصر وفي الدول العربية، بس كان عندي مشكلة ان مفيش كتاب عملي براكتيكال بيقول لك اعمل 1 2 3، موجود بره كتير كتير يعني، لكن هنا في مصر لا مفيش. وانا معظم الناس اللي يعني الجلسات اللي انا بعملها معظم الناس هم متضايقين وقولنا نعمل ايه، ازاي نخرج بطريقه عمليه من اللي حصل ده، ازاي اطلع من الحزن اللي انا حاساه، ازاي اقدر اطلع من الحاله اللي انا فيها دي، ما بقاش غضبانه، ما بقاش حاسه ان انا عايزه انتقم، او يعني كلها عايزين خطوات كده يمشوا عليها. فالكتاب الى حد ما كتاب بيتكلم عن خطوات عمليه نعملها ازاي نطلع من المرحله دي. طيب الكتاب كان موجود في معرض الكتاب السنه دي، ردود الافعال عليه كانت ايه؟ والله انا شايفاها ردود كويسه، يعني ردود افعال كويسه ان هم، بس انت عارف الكتاب ده بالذات من الكتب اللي انت مش هتروح وتشتريها الا لو كان انت من جواك عندك مشكله. يعني ده مش من الكتب لازم تدور على العلاج في معرض الكتاب. بالظبط، يعني هو الموضوع لازم يكون لامس معاك قوي او انت بتمر بتجربه علشان تروح له، لان هو حتى الناس على فكره اللي قروه وهم مش بيمروا بتجربه انفصال كانوا بيفتكروا التجربه اللي عدوا بيها قبل كده، وكان الموضوع يعني بيأثر فيهم جدا. فده من الكتب اللي مش هيبقى متداول، يعني مش هتلاقي الناس كلها رايحه تشتري لمجرد ان هي عايزه تعمل سيلف ديفلوبمنت او تطور من نفسها، مع انه الكتاب فيه حاجات كتير كده غالبا بيبقى كتاب موضوع يعني حسب الموضوع. لكن كتابك بيتكلم عن ازاي الناس تقدر تتعافى من الجرح او الانفصال العاطفي اللي بيحصل. بالظبط. بخطوات عمليه. تمام. طيب قول لنا ايه الخطوات العمليه اللي اي حد يقدر يتعافى بيها؟ طيب هو الكتاب متقسم يعني 3 اجزاء. انا لما حد بيجي لي بعد الانفصال بيبقى اول حاجه بنتكلم فيها او اول حاجه بيبقى هو عايز يتكلم فيها مشاعره. مشاعره دي بتبقى اكتر حاجه يعني مقصره فيه. فاول جزء في الكتاب بيتكلم عن المشاعر، ازاي تفرغ مشاعرك دي. احنا عندنا مشاعر سلبيه كتير بتحصل في مرحله الانفصال، الاكتئاب، الغضب، القلق، العصبيه. في ناس عندهم احساس بالرفض لو الطرف التاني هو اللي بادر ومشي، والعكس احساس بالذنب لو انا اللي شايف ان انا مشيت وما عملتش مجهود كفايه. مشاعر كتيره قوي مضروبه كده في الخلاط يعني. فدي اول حاجه، ازاي اعرف اطبطب على مشاعري، ازاي اعرف اهدي نفسي بنفسي، يعني بنفسي طبعا نفسي. ما هو سيلف هيلب بوك، هو سيلف هيلب بوك. تاني جزء اللي هو برضو احنا بنعمله جلسات، اللي هو بنعمل ايه، احنا بنحاول نفهم ايه اللي حصل، احنا ليه بقى سيبنا بعض. لان اي علاقه عشان تنجح محتاجه 2، وعشان برضو تفشل محتاجه 2. ما ينفعش ان احنا نقول ان هي فشلت عشان هو كان عليه نسبه 100% من الغلط او العكس. فلازم اعرف الجزء الخاص بيا انا علشان اما ادخل بعد كده علاقه مستقبليه ابقى ما قررش نفس الاخطاء. فالجزء الثاني جزء نفسي شويه واللي هو سايكولوجيكال باك جراوند، بنفهم احنا ايه المشاكل اللي عندنا كل يعني جوه كل واحد فينا وممكن ياثر في العلاقه اللي ايه اللي كان فيها، لا اللي كان فيها احنا بنتكلم. الجزء الثالث بقى ذا فيوتشر، المستقبل. هنعمل ايه في المستقبل؟ يعني ايه علاقه صحيه؟ يعني ايه بنتواصل مع الناس؟ امتى بنبقى جاهزين ان احنا ندخل تاني في علاقه جديده؟
لان دي مهمه جدا. فده الجزء الثالث، وده اللي احنا بنمشي بيه مع اي حد بيعاني من الاحساس الفقد اللي بيحسه بعد اي انفصال يعني. طب انا عندي سؤال صعب وممكن يبسط نوران. الراجل ولا الست هو اللي بيبقى عنده القدره اكتر على التعافي بسرعه؟ تمام. خلال تجربتك يعني، من غير يعني نفكر الراجل. بص، من غير اي تحيز هقول لك يا عمرو، من غير اي تحيز الست، وده له سبب. هقول لك ليه، هقول لك ليه الست بتتعافى اسرع. لان احنا تاني، انا كنت قلتها كتير قوي، الست في مجتمعنا متعوده تتكلم كتير، مسموح لها تتكلم. الراجل مش مسموح له انه يتكلم عن مشاعره، بل بالعكس. لا لا لا، هو بيتقال له من هو صغير انت ما ينفعش ان انت تعيط، انت ما ينفعش. فهو بالظبط مش متواصل معاه. فاللي بيحصل ايه بعد اي انفصال لو لاحظته، هتلاقي الراجل مش حاسس قوي باللي حصل، وبيخرج مع اصحابه ومثلا بيشتغل كتير وبيحاول يعمل حاجات كتير كتير. في الوقت ده الست بتعمل ايه؟ بتحكي، تقعد تعيط، تقعد تعيط وتروح لناس وتقعد تتكلم مع اصحابها، تسمع اغاني عاطفيه، تسمع اغاني. فالهيلينج معاها او يعني الريكفري بيحصل بسرعه. لكن هي مش فكره بقى راجل او ست، هي فكره طبيعه انسانيه. على فكره هو ده اللي كنت هقوله. انه الست ما بتتعافاش في ساعتها، لكن مع الوقت، مع مرور الوقت بتتعافى.